يقول لك ما عليك من عندهم. الإمام زين العابدين يقول: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. وهذا القراءة للنص. ولا فمسح على عينيه فأراه من في الحرم كلاب وقردة. صحيح هذا؟ صحيح هذا الحكي؟ قصدي القراءة هذه صحيحة؟ الله ستار العيوب، أهل البيت صنائع الله، يشتغلون ضد شغل الله ما يصير. هل اليوم تسرب لنا فلان عالم يشوف الناس على حقائقها؟ ياهو عالم دلوني عليه، دلوني على هالعالم اللي يشوف الناس على حقائقها. يلا حتى اصلا لو وصل انسان على فرض، على فرض من باب فرض المحال ليس بمحال في عقيدة الاقل، متى ما تفوه بها ليس من سلك العلماء. ما يجوز له شرعا، ما يجوز له يجيب ياخذ عند خيره يقول له روح اغتسل. شنو يغتسل عن ايش يعني؟ نايم وياه ثالث ثلاثة وثاني اثنين مالت الغار، خلي ثالث ثلاثة انت نايم وياه. بلوى اللي تشوف لك الحين، احنا تغيب العقلنا تسيد الموقف العاطفة، في بس عالم ما نقدر نحكي. لا حبيبي نحكي، نحكي، علماؤنا مقدسون محترمون، لكن من يرتدي عباءة السوء لا. في امتحانات مر عليكم مقطع احد المعممين يقول جاء له واحد قال له عندي امتحان، الامتحان صعب، قال له اعطيني القلم، اعطاه القلم حطه بريقه، راح لدائرة الامتحانات صار يكتب الاسئلة، القلم من كيفه يحط الاجوبة، يقول طلع النتيجة مالته 100%، كل اللي قاعدين سووا صلوات، والله عليكم هذا محل. في أي زمن إحنا؟ شلون يبون يخدروننا؟ شلون يبون يصادرون مدرستنا الثرة الطيبة المباركة، هذه الشجرة التي أصلها محمد وفروعها المحمد؟